وان جيت اشيله ملان ابنيله وان جيت اشيله ملان ابنيله وان جيت اخمه زعق يا بيمه وان جيت اخمه زعق يا بيمه وان جيت اشيله ملان ابنيله وان جيت اخمه زعق يا بيمه ويا الله ويا الله غفار الزله ويا الله ويا الله غفار الزلة إله يا رب تديني بني على قد حالي ويا رب تديني بني على قد حالي ويا رب تديني بني على قد حالي تفرش فراشي وتطبخ غدايا تفرش فراشي وتطبخ غدايا ويا ربي تديني بني على قد حالي يا الله ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هول يا الله 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 يا الله ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هول يا الله هول يا الله ساري إليك رديت ونويت يا الله يا الله وفق بخير منويت سريت يا الله يا الله ساري إليك رديت ونويت يا الله يا الله وفق بخير منويت هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله يا الله هولي يا الله يا الله هولي يا الله يا الله ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون حياك حياك يا هلا يا هلا يا هلا بشير حياك حياك ويش هالبر الحلو الزين اسفلت وين ورد الله يجزاك يا كيف حالك وبعد شويه تنطر ان شاء الله الله يا الله يا رب يا الله هلا 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 بشير ما شاء الله خلاص خلاص امين هلا انت طول مني ما اقدر عليك ما اقدر عليك شلونك شيخ كيف الحال عساك طيب الله يسلمك وش هالجو هالحلو ما شاء الله هذا ربيعنا هذا ربيع الكويت هذه مخيماتنا وهذا قعدتنا عبد القادر عبد القادر سلام شيخ ما شاء الله لليمن اهل اليمن حياك حياك حيا الله الشيخ عبد القادر شفت المواصلات في العصر الحجري ما شاء الله لا ابلع الخيل ومعقود فيها الخير الى يوم القيامه بس انت ما تنازل شوي حياك الى الطيف بعدين ما شاء الله ما شاء الله لا يهيك الخيل امسك يا شيخ معروف لدينا معروف لدينا سلام يا شيخ كيف الحال انا ابو احمد صحه الله يسلمك كيف حالك كيف صحتك كيف حالك الدنيا اسلمت عليك ايام فريد كيف دريك ما شاء الله كيف حالك كيف حالك كيف ايام فروسيه ويوم بطوله ايش عندك علاقه بالخير شيخ ما شاء الله طيب بس على جنب فاز على جنس على جنس مو على هذه ما ركبت الخيل شيخ والله اني بركب الليل ان شاء الله ايش رايك تسمح لنا ناخذ لفه تفضل ورجع يدي ابني يدي ابني شكله تعبان مع الطشه عسى ما عسى ما تعبت شيخ عبد القادر والله خيروني بين الوصول بالسياره وبالخيل ففضلت الفرصه اي لكن هذا الظهر مو شيء اليوم على الخيل لا 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 من شوي من هنا ما تجينا عقب شهر يلا حياكم شيخ حياكم حياكم داخل تفضل 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 شيخ سلمان حياك حياك الله ما شاء الله قضايا حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا حياك الله معنا شيخ سليمان حياك الله شيخ نبيل الله الله يحفظك ابو عبد العزيز الله يسعدك ويجزاكم خير واحمد حياك الله معنا حياك وعافاك عبد القادر جزاك الله خير على تعب ومجيئك الله يرضى عليك شيخ ايش رايك في المخيم والقعده هذه الحلوه يعني ما اقول الصراحه ما يخالف شويه بس لا بس مو كل الصراحه هذه مخيم صح اما قعده بر يعني شيخ شوف الارض خضراء وشوف وين هذا يا اخوي مخيم مستاجر الله يجزاك خير ما هو يعني البر اللي معروف اطوف هذا طوف السؤال هذا شيخ شيخ جاينا بجمس الله يسامحك جاينا بجمس قديم والله عيد الذكريات الاول 1900 وحطبه لا لا هذه ولا عبد القادر جاينا بخيل بعد شلون جاينا ليش شيخ ابو احمد تجيب انا عندي عذر لك ليش عذرك انت والله خيروني تجيب سياره ولا بخيل قلت والله فرصه خلينا نخيل شوي اليوم حبك شكلك خيال من قبل شيخ اخيل كل شوي شوي ما تركب الخيل لا ابو احمد توقع ابو احمد توقع انه ماخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه نعم عشان كذا يمكن انك جيت ابو احمد طيب والجمس شنو ورد فيها
الجمسة لا ما ورد، بس الجمسة دابتي أيام رزقي. أين؟ لأن كل جيات الكويت كلها كانت على الجمسة. كم موديلها؟ موديلها 97 77 أساس 77 1977 ما شاء الله. طبعا هو 77 لكن جيت الكويت عام تقريبا 82. بس اللون جديد، اللون جديد، الأحمر جديد هذا. إيه الأحمر حتى الآن، الأحمر هو اللون المرغوب في الجموس، الأحمر والأزرق. أنا كان عندي واحد أزرق واحد أحمر. وكم تجي الكويت؟ إن شاء الله. شوفون عندي صور، أوريكم صور إن شاء الله. أي سنة جيت الكويت؟ الأزرق أول جاي الكويت يمكن عام تقريبا 1402 واحد، يعني واحد يعني بالميلادي 1981 ما شاء الله. إما خلت الذاكرة، أنا عندي صور إن شاء الله أوريكم إياها. يعني 30 سنة وأنت تجي الكويت ما شاء الله. تقريبا إيه، لا الكويت بلدي الثاني الحقيقة. والله انت شرف فيك الله في هذا البر على حبه للكويت. والله والله يحبونك اهل الكويت شيخ، ما تروح مكان للعالم كله تجيك. ما يحبون اللي يحبهم الله، نحبهم. ورحم الله الشيخ جابر زرناه يوم كان ايامه الله يرحمه، وكنت اجي مع اصحابي هنا في الكويت فكانوا يدعبوني يقولوا بعد اذنك على هالجمسة ما ودك يعني تتمنى شيء؟ قلت اتمنى ان شاء الله احنا قاعدين على الشيخ جابر الله يرحمه خبره كريم. نعم. ان شاء الله يجي يقول تعال تعال جبل، انت تعال انت زائر كريم ونضيف، خذ السياره هديه. الله. إيه كنت أتمنى الواحد المني عليها شيء. إيه على جمرك. صح لا. وحكامكم حكامنا كرم جزاهم الله خير. إيه الله يجزاهم خير. فكانت هذه مني. هم كرماء وأنت تستاهل شيخ. ولا استاهل. أما شيخ عبد القادر ما شاء الله جيتك صارت أكثر من مهرجان شاركت فيه أظن بالكويت. أول جية كانت تقريبا عام 2006 مهرجان الكويت مع وزارة الأوقاف. وبعدها كانت مشاركات بسيطة، وكانت المشاركة الثانية القوية مع هلا فبراير معكم. ليالى فبراير مع أي. الوطن. نعم. أي. نعم. ليالى فبراير. وأبدعت شيخ، يعني ما شاء الله كانت الليلة اللي أنشدت فيها كانت من أحلى الليالي. الله يجزيك خير. محبوب محبوب يا أبو أحمد، الناس ما تعرف الصورة الثانية حق أبو أحمد، يظنون أبو أحمد فقط عند موهبة الإنشاد. أي. وراح تكتشفون في الحلقة أظن موهبة ثانية حق أبو أحمد. ما شاء الله. عندك شيء ثاني مخبى؟ اي راح تشوفه راح تشوفه. المصريين المستخبى يبان. اي انا انا سميته جبيلان رقم 2 ما شاء الله. جبيلان رقم 2 اظن فهمت الموهبه ها. اي نعم ما شاء الله. واحنا ما جبناكم مع بعض الا لان في تشابه ترى. لا والله جزاه الله خير بالعكس. شيخ تسافرت كثير مو بس بالكويت. اي ترى اول سفرتي للكويت مو مثل ابو ما شاء الله ابو احمد، جاي للانشاد، انا جاي للتجاره. اش عندك شيخ؟ اي كنت اتفزق الله مع الونيت اللي شفته الاحمر ذا. شنو غنم شنو؟ لا لا كنت اشيل اشتري غرف نوم في جوارب، ما ادري ايش يسمونها الكويت دي. دلاغات؟ دلاغات. اي اي. لان هنا عندكم رخيصه وعندنا السعوديه شوي غاليه. ما شاء الله تاجر دلاغات يعني؟ تاجر سمول سمول. اي. سمول. نقول ملابس ملابس. اي سمول بزنس مان. سمول بزنس مان يعني تاجر صغير. الحين صرت بيج بزنس مان يمكن. لا بالحين الحمد لله بزنس مان في الدعوه يعني شغلين الدعوه. الله يثبتنا وياك. ايوه الله يثبتنا. لكن التجاره هي شيء ثاني يعني اخر. بس اني غيرت نوع التجاره. السفر الحين اكثر في شنو شيخ؟ والله اكثر انا حقيقه ارتاح في السياره اكثر من الطياره. يعني شوف جيت لكم ولا الوطن جزاه خير ما يقصرون، وكل ما دعيتوني سواء مثل ما قال وزارة الأوقاف أو أي دعوة تجي من الكويت أو من غيرها. أنا أعرف شخص لما كل ما تصل مسافر وأغلب أو 99% من سفراتك هدف الدعوة، وبسولف وياك عن الدعوة في السفر شيخ. الله أكبر. هل تستحب إنسان يسافر يتجول في الأرض خاصة طلبة العلم والمشايخ؟ نعم. أو إنه يظل في بلده وفي مسجد؟ هذا راح أرجع لك يا شيخ بعد شوي، بس أنا بسأل عبد القادر. عبد القادر ما شاء الله أحييت حفلات كثيرة في العالم العربي وغير العربي. وكل أناشيدك ما شاء الله لا هدف، يعني أنا ما أشوف إنشاد نشيدة أنشدتها إلا ما شاء الله هدف. فضل الله. صارت لك مواقف في سفرات؟ صارت لك حوادث؟ صارت لك أغلب المواقف ممكن تكون في مطارات ضيع شنطة مرة، غير ضيع شنطة مرة مرة كنت في مطار موسكو، وبعدين جاء وقت صلاة فقلت خلاص بأخر الظهر للعصر وأصلي جمعة أخير، ما لقينا مسجد داخل المطار، فصليت في مكان كذا لوحدي اللي حاس ما في حد شايفني خلاص، القبلة كمان تخمين، وصليت كملت أصلي بس أسلم إلا وأتفاجأ ورايا بالكاميرات الأجانب واللي بالفيديو يعني بعض الناس كان أول مرة يشوف واحد يصلي أو شيء وتصوير في موسكو. تصلي مو في موسكو؟ أي طبيعي بناء يسوي أي في المطار. فلما سلمت تجارب ها هي دولة شيوعية معروف لها. فلما سلمت يا شيخ بس لفت كذا وشايف الكاميرات تسوي ما صدقت بعد لو تدري شان طولت شوي شوف لا هي أكبر دعوة شيخ نبيل صلاته في مطارات أوروبا وأمريكا ودول الشرق. شيخ إيش تشعر فيه يعني؟ هل هذا أسلوب دعوي أسلوب جدا جدا؟ إحنا كنا نطلع مثلا من لندن بنروح بورثمان هذه في آخر بريطانيا، ومسافة بر تقريبا حوالي 12 ساعة، فكنا نتعمد نصلي كل فريضة بوقتها،
يعني ما نجمعت من قال الشيخ في الحديقة في كل أي مكان. لأن لو جمعت خلاص صليت الظهر العصر جمع تقديم راحت صلاة لكن نعم. الظهر نصلي بوقتها وطبعا ركعتين نقص لأن الأصل القصر والعصر نصلي بوقتها والمقصود إن إذا وقفنا بأي بارك أي مكان مثل ما قال أخوي أبو أحمد وصلون جماعة أذكر في طريق بورثمان إحنا رايحين من لندن العاصمة البورثمان وقفنا نصلي وكنا باص صغير مثل هذا الباص الأبيض اللي واقف فنزلنا بحديقة وفرشنا اللي كانوا في المكدونالدز مطعم مكدونالدز مطاعم كانت موجودة اللي كانوا في المطاعم جوا حتى صغار كلهم نزلوا إلى الحديقة وجوا يصورونا الله حتى أذكر الله. في حديقة إليزابيث في بريطانيا في لندن كان واحد مو يصورني يسجلني وأنا ساجد الله يعني كنت ساجد في أرض الحديقة عقيد حديقة هايدي باركلي فكان يدخل مسجل تحت الصغير ذا بيشوف شو أقول فأنا كنت أرفع صوتي بقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي صدق شيخ أحسن من محاضرات لا وبعدين الدعوة شوف الدعوة اللهم اهد الإنس والجان اللهم اهد الناس أجمعين اللهم اهد الإنس والجان لأنهم بيترجمونهم أيوة وبيترجمون الكلام اللي قاله يعني قاعد هو يتكلم على قولهم سبيك وذ ذا فلور يتكلم على الأرض وأنا غلطان يا شيخ لا لا صح صح الأرض فلور أي فلور صح هو قاعد يخاطب الأرض ذا اللي شو يقول هو كما قال أخوي أحمد يعني صلاته في موسكو هذه مش سهلة لا شيء متعرف هذه الوحدة دعوة بدون ما تتكلم مع الناس 70 سنة منذ أن بدأها كارماك الشيوعية إلى ما سقط الشيوعية وهذا البلد وراح نأخذ بعض التجارب شيخ عندك في السفر أثناء حلقتنا اليوم بس أنا ودي عبد القادر تبدأ ويانا الحلقة اليوم إذا محضر لنا شيء شيخ جميل لأن تدري بر والمكان جميل والجو بديع وخلي تخيل أنه حقة شو اسمها المدينة في إربد إربد هي اللي عندك المدينة الخضراء الحلوة الجميلة اربطها لي في الأرض اب في اليمن اي يعني هذيك تخيل نفسك على جبالها وقاعد تخيل انك تغمض لا تخيل انك بهذا المخيم يعني عشان شيلت قيلت في مهرجان الكويت السابع اللي هي احن وكم يؤرقني حنين الله الله كانت في مهرجان الكويت السابع هنا في معزة الاوقاف يعني انت تحن للكويت تحن لنا جزاك الله خير اي والله ومجهز نشيده عن الكويت راسا كنت معدها للمهرجان القادم اللي يكون فيها ليالي فبراير بس لسه ما كمل يعني انا صدايا كويت يا ديره احبابي نسمعها الليل نسمعها الليل ان شاء الله لسه ما خلص شعري اكتبها قل نصها وبعدين نصها اي يا اخي عطنا شيء حصري الحلقه الثانيه يعني عطنا النص احن وكم يؤرقني حنين احن وكم يؤرقني حنيني وتبقى انت اغلى من عيوني أحن وكم يؤرقني حنيني وتبقى أنت أغلى من عيوني صديقي بالوفا تلقاك روحي وروحك بالمودة تلتقيني وروحك بالمودة تلتقيني ما شاء الله أحسنت ما شاء أحسنت الله. أحسنت صوت شذي والله شفنا بيه إيه لا ما شفت شيء بعد أنا ودي هذا تسخير يعني حنجرتي لا تساعدني حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا ما شاء الله عليك ابو احمد على النشيده الحلوه هذه ايش رايك شيخ سليمان اي والله انا اقول انا بصير منشد والله بس يعني بعد كم سنه شو الحنجره ما تساعد شيخ دير بالك بعدين خرب علي المنشدين ترى شيخ ما شاء الله عليه لا هو كثير اخوه الحقيقه نفرح باناشيدهم شيخ انت سفرك العاده تقضيه بشنو في ناس اناشيد في ناس اغاني في ناس احنا تقضي سفر يعني ايام من اول كنت اجي الكويت فعلا ترى ما لحقنا على الاناشيد الحلوه ذي المتواجده تعرف كانت ايام من ايام غفله لكن بعد ما عرفنا الحقيقة فضل العلم وطلب العلم صرت أخذ طريقي أشرف بالشيخ عثيمين الله يرحمه الشيخ بن باز الشيخ الشعراوي الشيخ عبد الحميد كشكي أصلا سابقا كنت أسمع له الشيخ عبد الحميد ما شاء الله من زمان كنت أسمع الله يرحمه رحمه الله فهذه تنشطك في الخط ما أجيب لك النوم الحقيقة أنت إيش كذا الشيخ كشكي الشيخ كشكي يطير عنك النوم يطير النوم اي اذا بده يصرخ ما شاء الله عليه الله يرحمه أيوة من الخالق الله من الرازق الله صلوا على رسول الله لازم تصلي على رسول الله انا عادي طريق عنك النوم الحقيقة. صدقت ابو احمد تقضي في السفر عاده يعني انا في الغالب في السفر افتح اناشيد محاضرات في السفر بالنادر جدا انه افتح قران يعني اول سفر ليش ما ادري كيف انه لما افتح قران انه وانا في السفر خاصه الخط يكون طويل احس كذا انه يهديني القران
إيه. فأفتح محاضرات أسمع حديث. هذا كويس، هديك هذا خير. لا يهديني زيادة بعدين أروح الخط أخرج من الخط. سمعنا أنك سريع النوم بعد. أي حوادث. أنا من نوع عن جد إذا سمعت شيء برتم عادي يقبل علي النوم بسرعة. أنا في السفر خصوصا في السفر أفضل القرآن على أي شيء ثاني، حتى على المحاضرات وعلى ما أدري، أحس شيخ إن في روحانية في السفر في القرآن. سايق؟ حتى لو كنت سايق. الشيخ الحبيب الله يرحمه ذكر سفرتني أول مرة كنا مسكنا الطريق توجهين للمنطقة الشمال حايل، قال معك قرآن أبو عبد العزيز؟ مع قرآن؟ قلت له قال شغل القرآن شيخ العثيمين. العكس القرآن يلا بفضلك شيخ. أحب القرآن في لندن، في شوارع لندن لما أمشي بالسيارة أقول حق الإخوان شغلوا القرآن، أحس وقعها في صح في صح تلك الدول أكثر حتى من دولنا إحنا. أيوة. كان تحكي الواقع اللي هناك يعني أحيانا ذرهم يتمتعوا ويلعبوا ويلهيهم الأجل لا يغرنك تقلب الذين كفوا في البلاد. والله تسمعك كأنك تشوفه بعينك. وفعلا أنك كنت شغيل بشوارع بريطانيا، كنا في باص حتى في الدعوة الأخيرة كنا مرة في بورتما في دبلن إيرلندا. نعم. اللي شمال بريطانيا. فكنا شغل القرآن فعلا تحس الآيات كأنك تراها بين الناس. وهذا فضل لك الإنسان. ولما سيروا في الأرض الآيات في التفكر في الكون وفي الخلق في أشياء تشوفها ما تشوفها عندك يعني في دولنا. وأنت قلت كلمة يا شيخ قبل شوي ما شاء الله، يقول يعني واحد القدر لو يوصل عليه حادث والقرآن يقضى عليه. هذه مين سهلة. ما الله قدر الإنسان قد يتعرض لشيء. تنقلب في السيارة. تنقلب بك السيارة. يكون ختام الخير. أي نعم يعني الناس اللي أنا أذكر أنا أول شبابي. ليحين شباب شيخ. أي أيام كنت أترزق الله وكد. كان مع سيارة هاي لوكس منيت أعطاني أخوي قال يلا ود البضاعة وتعال. وطبعا من عنيزة المكة ديرتنا عنيزة في القصيم حوالي 800 كيلو. فالحمد لله أنا يعني نص مطوع، ما مطوع كامل، نص مطوع ما شاء الله. اي فنويت قمت الساعه 3 شبع النوم 3 قبل الفجر، قلت بحسب 8 ساعات بصلي في مكه في الحرم ما شاء الله. وانا طبعا الوالده واهلي بمكه طبعا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 انا بصير بمكه. فالحقيقه مشيت وحطيت رجلي واسرعت شوي وحطيت البنزين على قولهم مدعسه. يوم قربت الميقات تعرف يا شيخ نبيل السيل مكان ما يحرم الناس الميقات، طلع علي شاب الله يهديه مع ابوه شايب هاي لوكس ودعست الفرمل واصقعه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو مع الربشه مع الربشه دعس بنزين بعد دخل تحت التريله كانت واقفه برا. الله الله برا السفلت كانت التريله ودخل تحتها. المشكله في ايش؟ المشكله ان سيارتي اتفتحت البيبان وطحت وكان مسجل شغال. عسى خير بس. ها مو قران هذا المشكله يوم تقول. هذا مو قران كنت مشغل اغنيه ولا كنت أسمع لك دقت بابي قبل ما توصل عند الباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل سمانة ما تبقى سحاب كنت حياتي روحي عمري خلتني أمشي أكلم روحي ودمعي ودمي مية ولا اللي أنا شفته مستحيل. والله حافظها شيخ. لا طبعا لأنه خط طويل حوالي 800 كيلو والحادث كمان تقلب. لا حتى تقول مستحيل. هي تقول مستحيل والحديد طاخ الرجال وركض طلع الرجال. أنا قاعد أسمع أنا أقول لك شيخ نبيل يعني شوف يعني في الحقيقة ولا سيما الناس في المسجد يعني قاعدين ينتظرون صلاة الجمعة ومن قوة الضربة اللي في المسجد طلعوا سمعوا إيش الأغاني المغنية تغني مستحيل ذا لو عملت المستحيل وترجع تقول جاي تقول معلش خلاص وتكلمني. لا حول الناس مربوشين يطلعون الشايب اللي طلعونه الولد اللي طلعوني أنا اللي طلع في الأرض يقوموني. فأنا على قول كلمتك ذي تفكرت كنت فعلا لو إنه قرآن وش رأيك كل الحاضرين ذول إيش يقولون؟ أيوة يقولون ما شاء الله عليه ما شاء الله مشغل والأعمال بالخواتيم ولا أيوة. فلذلك فعلا يعني لا سيما أننا في قناة فضائية ويسمعوننا كثير من الشباب والشابات يعني مثل الطرق ذي ينبغي الإنسان يحط شيء يفيده صح يقوي صح إيمانه يزيد في طاعته ويزيد في حفظه. الحين يعني الناس حافظ هذه حافظها تقريبا من عام يمكن 81 أو 82 ميلادي. شوف إلى الآن حافظها وانحضرت مخي. ليش؟ لأنه ما تكرر إيش؟ تقرر والتكرار يعلم الشطار الشطار. أحسن شيخ. عبد القادر أبو أحمد تحب الرياضة؟ أي أنا رياضي بين جسمك ما شاء الله. أي بس الفترة الأخيرة شوية طلعت كرش. أي في الغالب لما إنسان يتزوج خلاص يكسل يعني يكسل على الرياضة. لا كذي تشوه سمعت الزواج شيخ. أي لا ولا خلي سوالف الزواج بالليل. لا 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 سوالف الزواج خليها بالليل. إيش رأيكم نلعب شيخ؟ لأن في شباب بالطائرة سابقينا. نلعب يعني نلعب. ما تلعب؟ مش نقول مشاهدين يقولون المشايخ راح يلعبون. ليش ما تلعب؟ حرام شيخ. لا لا نلعب نلعب اداعبك اداعب الجمهور. بس على قدنا بس على قدنا شيخ نبيل. انا كنت لاعب ترى راس حربه. ها ما شاء الله شق لي غبار.
الله في اللعب الحين مش غبار لا يشوف لا يشوف ولا غبار هذه فيها قصيده كامله يعني قال لك قوالي كانت شيخ نبيل بس عاد ما ادري كم يطلع رجوله لا كل قوالي كانت دبل كي يا الله ما شاء الله اي نعم ما شاء الله وكنت بذاك الزمان يسموني كيمبس شنو يعني صور اوريكم اياها الليله شعري طويل ايه؟ عشان اذا جبت جول عشان يجي الشعر كذا لا كانوا يسموني كيمبس لاعب الارجنتين المشهور ما لعبت عليه الظاهر لا ما لعبت انا الكره مو ذاك الزود عليها ايش لعبكم الان طايره ما يحتاج تقط القطره شيخ وتوكل على الله لا اربطها ربط تربطها اي اربطها ربط. يلا ابو احمد جاهز يلا طايره بس لازم فريق اليمن والسعوديه وانا شنو حكم يعني اي ما خالف يلا اشجع يلا يلا توكل على الله الله يجزاكم خير حياكم الله يجزاكم على هالحلوه الجلسه الحلوه هالبره البريره على قوله يقولون عندنا شيخ نبيل البر بريره حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا شيخ سليمان فم يقولون المطاوعة ما يلعبون لا والله نلعب ايش رايك ادي له يا ابويا ارفع يا سلام ايوه هذا لاعبكم يا شيخ نبيل دوروا له واحد غيره ما عنده على الوان شيخ اللعب حلال ولا حرام حلال ونص ها عطني عطني انت اقرب يا شيخ نبيل شوف لا 2-1 يا رب يا رب ادعو يلا 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 ادعو التوفيق ادعو التوفيق ها يا سلام ادخل 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 حلو اوكي ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه قولوا اذكر الله عليه يا اخوان خذوا يا سلام لا هذه ابو جبل جزاكم الله خير لا قايل لكم في شال بالمونتاج هذا 2-3 انتبه قل بسم الله يا سلام قل له ادخل وراه ادخل وراه ما عليك شيخ سليمان الدعاء باللعب يصير؟ الحجي لعنا التوفيق توفيق لان الكوره من المباحات طيب وش رايك باللي غلط على اخوه باللعب؟ لا لا ما يجوز يا اخوان ترى لا نبغى سب ولا شيء احنا ما سمعنا حتى الان سب شيخ لا ما شاء الله ربع الصالحين كلهم والله واذا غلط عليك صاحب قرا لسان يلا عبد القادر ها يا سلام اذكر الله اعطيني اعطيني يا شيخ اعطيني جالس يلعب شمس الله هذا حمل حمل عاشوا عاشوا ايش رايك شيخ اللي يلعبون ويأذن المؤذن لا والله كنا نلعب حنا صغار دقيقه يا شيخ كان مدربنا فيصل بن ظافر القحطان الله يرحمه اذا غابت الشمس طوال جد 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 جد, جد يسكر طوال يصلي وقت اي اما يلعب وقت الصلاه تنقلب المباحات الى محرمات اي حكم الكوره في الشرع الاباحه نعم فاذا عمل وقت الصلاه صارت محرمه شرعا يلا يلا يلا, يلا, يلا عطني 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 اخي جاد مشاري ذا خطير ذا شفت ها يا سلام يا الله اسقط ارطع ايوه اديله اعطيه اكبس يا يا الله يا شيخ نبيل قاعد استعمال بديت اسخن الحين عرفت الحين اللعبه انت قل لا يا شيخ نبيل شبك راح كله ايوه حلو احب يدي اذا اعطت اذا عاشت يدا عليا ايوه اديله واذا ما اعطت يا ابو شرنقه واذا ما اعطت ما احبها يا ايوه 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 يا اخي كفو كفو راسي ذا ما شاء الله الله ما يجوز شوف الحقد الدفين هذا لا يقال ما نبي حقد في اللعب يا اخوان ربنا رجع في قلوبنا ايش؟ غلا للذين امنوا اللي بنلعب لا تحاسدوا اي للاسف تقوم بمباراه بين دول بعدين يصير ضرب وضريب ما تلاحظ يا شيخ؟ احسنت هذا لا يجوز شرعا بعيده 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 انا بسولف وياك عشان تنغلب لا ما يجوز لا استغفر الله شيلة من المونتاج قصه حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا اني القى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس
وجميع الطاعات إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش فالغوث يا رحمن فالغوث يا رحمن فالغوث يا رحمن يذهب معاناتي إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. أحسن 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 صح لسانك ما شاء الله. شيخ سليمان جلسنا جلسة حلوة لعبنا طائرة ضحكنا واستانسنا وكان كلام حلو حتى ذكر الله باللعب كان الله ماك وبعدين صلينا الصلاة والحين الجلسة الطيبة الحلوة هذه والصوت الجميل ايش رايك بالحياة يا شيخ سليمان؟ هذه الحياة الحلوة هذا مصداق قوله تعالى او من كان من كان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة الانسان لا يتجمد لا يمنع نفسه من المباحات. شوف لعبنا تو لعبنا واللعب يعني حتى تقوي البدن طاعة وبنفس الوقت خرجنا بأنس وانبساط وطوالي صلينا جينا هنا مثل ما تقول سمعنا هالصوت الشديد لأن بعض الناس صار عندهم تصور شيخ نبيل إن الدين فيه تزمت شوي وفيه تشدد لدرجة إني أعرف بعض الآباء الله يهديهم صعب إنه بيلعب مع أولاده صعب. أنا بالنسبة لي والله ألعب مع عيالي. شنو تلعب مع عيالك؟ أي لعبة طائرة قدم فريرة ما أدري تعلمون فريرة ذي ولا ما تعرفونها؟ شنو فريرة؟ فريرة اللي بيفوت. أي وش اسمه؟ اللي بيفوت اللي بيفوت دي أكلنا إحنا أخبرها. لا إحنا نلعب في العقوم. عندنا في اليمن نسميها جيم. جيم. أي. يعني المهم انه ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى اقر اللعب عندما قال ليوسف يوسف قال له ابوه مش قالوا نرتع ونلعب ارسلهم معنا غدا يرتع ويلعب ليش؟ لان هذا الاصل بالطفوله نعم فما بالك اذا كان كبير الكبير يحتاج ينشط قلبه مع من؟ مع اصحابه وربعه مثل كذا نلعب طائره نلعب قدا نلعب سله نلعب اي لعبة. وكان الصحابه يتبادحون بالبطيخ وكان الصحابه بل الرسول صلى الله عليه وسلم سابق رجل معلوم صح نعم. وصارع رجل ركانها المعروف وسابق زوجته عائشة وسابق زوجته عائشة أم المؤمنين نعم. نعم. وسابقها مرتين مرة سبقته مرة لو تسأل الآن مشاهدين الكرام هذا أنا في قناة الوطن كل اللي خلف القناة سواء في السعودية ولا الخليج ولا في قطر قل له متى آخر مرة سبق زوجتك شرط يجاوب على نفسه بنفسه الآن في القناة يمكن حتى بعض أخوهم مصورين ذولا مصورين لو تسألهم ذولا أخواننا اللي قاعدين مصورين كذا يقولها أولهم فناء أبو عزب ذا الله يجزاه خير مصور أبو يوسف المخرج المخرج اسأله قل له هل سابق زوجتك بدي أنا فاضي باش مهندس أنا فاضي لا بس مسبوق حتى لو تسابق أكيد مسبوق عبد القادر عبد القادر أنت شنو حياة شنو تصورها الحياة بالنسبة لك يعني نظرة الحياة بالنسبة لسليمان سمعناها وجميلة صراحة بالنسبة لك أنت الحياة أنك تؤدي حق الله الله أكبر ولا تقصر أبدا لا مع أهلك ولا مع زوجتك مع شيء وتأخذ الحياة بملذاتها المتاحة تسافر تروح تيجي انا تسابقت انا وزوجتي ما شاء الله صراحه من اللي في السبق صراحه يا ابو من اللي سبق لا اكيد انا اكيد على الاقل قوامه حق القوامه هذا اقل قوامه ليش يخدش في القوامه لا لا لا, لا بس ليه عليها صعب تسبق لي لا يمكن حامل اي لا اي لا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حملت اللحم عائشه تسبقها الرسول صلى الله عليه وسلم فحلم نعم. صحيح هذه بتلك اي قال هذه بتلك ان حملت اللحم يا شيخ زوجك في التلبيه هذا يا اخي طيب طيب ما تقدر عليه ابو احمد ما تقدر عليه حتى شهر العسل انا كان في تركيا تزلجنا ما شاء الله شهر العسل على الجليد اي تزلج اي لبسنا التزلج وتزلجنا طبيعي ابدا ما في ما دام في حشمه نعم وما دام انت بعيد عن انظار الناس خلاص مش حياتك طبيعي يعني كان ابو احمد المشركين حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بالاسواق وياكل الطعام كانوا يستنكرون الله أكبر يمشي بالأسواق ويأكل الطعام وكانوا يستنكرون هذا هذا الرسول نعم يأكل الطعام ويمشي بالأسواق الطعام ويمشي بالأسواق وكان صلى الله عليه وسلم بشر في النهاية نحن بشر ونفس كلامك لما يقولون إن الملتزمين هذول ولا لهم في هذه أبدا نسافر نلعب نتزلج نسبح نغوص نسوي كل شيء بعد أيام على رحلة مع شباب إلى ماليزيا نعم. إلى لنكاوي فيها غوص فيها سباحة فيها تدخل يعني اقصد عاد خذ مني خبره في لنكاوي وفي في ماليزيا اعطيك الخبره كلها لاني انا احب السفر اليها وانا رحت مع جروب كويتي شباب من عندهم كويت مع شنو رحت تركيا جروب اي حقنا جروب
طيب سألوه قالوا ما هي العائلة؟ قال العائلة هي مجموعة أشخاص معهم مفتاح البيت واحد. فالجروب هم مجموعة أخوة من الكويت حوالي 70-60 اتصلوا علي وقالوا ودنك تشاركنا معنا في يعني إذا في جروب ومش من الكويت ما ينفع؟ لا يعني من الكويت من الإمارات مرة دعوني أي دولة يدعوني أنا أفرح حقيقة لأنك محشوم مخدوم مكروم جزاهم الله خير. فرحت معهم على قولك لعبنا طائرة ولعبنا سلة ودخلنا الملعب حتى هم استغربوا اللهم أن السباحة كنت أسبح يعني بعيد وروحوا ودونا نهر عجيب في ماليزيا. فقلت يا شباب وش رايكم بنسوي شيء هنا ما احد سواه قبلنا؟ قالوا وش يا شيخ؟ قلت شو رايكم احنا الان وقت صلاه الضحى نصلي الضحى كان نصلي هنا طلع القبله. قالوا معقول؟ فطلعنا حق القبله عرف القبله وحنا في النهر فصلينا وركعنا وسجدنا وسط النهر كل نص داخل النهر. اي طبعا اذا سجدت شلون لما تسجد؟ اذا سجدت سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بسرعه قبل يدخل المويه اي لان الواجب مره اي صح نقول سبحان ربي الاعلى مره واحده نصك فمنا وصلينا ركعه. كل الشباب اكيد كانوا معه معي من عندكم من الكويت من الشيخ نبيل اكثر بعض عوائلهم والله نسيت لكن منهم من عيال الخرافي من عيال الكندري من غيرهم ما شاء الله. هم تعجبوا وقالوا فعلا حتى يوم رجعوا لاهاليهم قالوا معقول صليتوا شلون؟ احنا صلينا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم ابو موسى الاشعري والصحابه صلوا على الجليد نعم في اذربيجان ارض مسجد نعم هذه يعني حقيقه كامل الانس والانبساط. شيخ كان مع الشيخ بن عثيمين صار لك موقف؟ الشيخ محمد كان يطلع مع الطلاب الله يرحمه كان يسبح معهم ويمزح معهم وكان يداعبهم. حتى مره كان في واحد سمين كامل الدسم مثل اخونا ذا تو قلنا له اللي لعبنا شو اسمه كامل الدسم اللي معنا العبد لله ايوه ايوه كامل الدسم كان ماشي على نفس المسبح. الشيخ محمد العثيمين يقول له انزل. قال والله يا شيخ انا ما ادري اخاف ما اعرف. قال له انزل فما ارضي. فقال للطلاب هاتوا هاتوا. قالوا الطلاب فتوى شالوا رفعوا فسبحهم الحين موجود ومعروف اسمه بالحسن يطلع يمكن جاكم في الكويت مره ما شاء الله نعم. رجل فاضل الشاب نعم. ما شاء الله له مكانه العلميه. فالشاهد شو ان حتى الشيخ ابن عثيمين وهو عالم جليل وغيره صار لك موقف مع الشيخ ابن عثيمين في ضحك الشيخ سامات اول ما التقي بي مثلا كنا في سفر او شيء اركب مره في الطياره كنا وياه فيقول لي كذا بصراحه يقول ها وش اخر دعابه يا وديز وش اخر نكته الله كذا يقول بصراحه شيخ عالم اي نعم فقيه اي نعم مدرسه كامله يا شيخ يا اخي عقد يتصلون علي مسؤولين كبار في الدوله اول ما يسلم علي يقول ها يا شيخ زيد وش اخر نكته؟ قلت ابي نكته صحيحه ولا غير صحيحه لان في نكته غير صحيحه ما تقال ولا سالت ابن عثيمين فيها يعني مثل ايش؟ مثل يعني يقول لك ينكتون البنات يقولون اسمكتين طاحوا في الشبك حق الصياد صادم الصياد اول ما طاحوا في الشبكه السمكه قالت خويتها الله يستر رحنا تونه طوالي هذه نكته ما تقول ما تقال بس أيوه. انت تقولها يعني انت تبي تقول ما تقال بس الشيخ عبد الله يرحمه شفته في الطياره قال ها بديز والله سمعنا حقه الفول دي يقول لك قلت وش حقه الفول؟ قلت يعني اقول يا شيخ قال لي قلها خلنا نضحك شوي نشوف وش قلت يا شيخ هذه قصه تقال يعني تحكى وتروى والظاهر انها واقع كذا. قالوا شلون؟ قلت في القصيم عندنا. قالوا شلون؟ قلت والله يقولون شيبان الاولين كانوا يروحون الحجاز يترزقون الله كانوا يجون لكم هنا في الكويت شيبان اول نعم ويقول فعلا هذا الرجال ارسل لدنا من الحجاز منطقه مكه المكرمه تعرف كانت باب رزق والحجاج يجون ومعتمرين فراح الولد يترزق الله ويشتغل. يوم جاي يروحون الناس يحجون من القصيم قال لها الحجاج اللي رايحين من القصيم مروا على ولدي في مكه وشوفوا ايش اخباره وش سوى. قالوا ابشر راحوا حجوا ذولا زمان اول على البعارين وسال عن الولد وشافوه وعرفوه ورجعوا. اول ما رجعوا للقصيم جاء ابوها بشروا شفتوا ولدي فلان؟ قال والله شفناه. قال بشروا شلون اخباره؟ قال قل على ولدك السلام ولدك هربوه للحجاز خرب افا شلون افا؟ والله غير اخلاق او تغير رجال. قلت وش سين وش سوى وش شفتوا عليه؟ قال يا رجال راح هناك مكه وما غير والله شايفينه بعيونه شفناه بعيوننا ما غير ياكل فول. طبعا الفول ما بعد يعرفون هالقصه وانا قاعد اتكلم مع شيخ العثيمين اقول هالقصه وقال صح من اول ما كان يعرفون هالقصه من الفول والشيخ من هالقصيمه نعم ويشرب شيشه. قال ياكل فول وما يدري الشيخ ذا يشرب. قال والله اني ياكل فول. يشرب شيشه؟ والله اني اشرب شيشه وما يعرف لا الفول ولا الشيشه وهالكلام ذا وخربوا الحجاز على هالامرين ذا. قال ابو طبعا حجز مع البعارين ومشى من اول يروحون على البعارين. يوم وصل مكه بعد كم يوم وين القصيم اللي عندكم وين القصيم؟ قال هذا بيته. طق الباب الابو ولا والله شاف ابوه وجاي خمه فرحان ابوه هلا يبا. قال وخر يا الضراوي وخر يا قليل الادب اللي بطيت شبودنا على قولك وتين وخر من سنك ترزق الله واخرته كذا خربوك على حجاز. قال شنو مزين؟ قال بس افرش الفراش الصباح رباح افرش الصباح افرش الفراش خلنا نصبح وفرش فراش الشاي تعبان ونام. يوم قبل الفجر بشوي مع الاذان الاول اذن مكه ويقوم الشاب ما شاء الله ويتوضا ويقوم ويسمع ويتوضا ويروحون المسجد الحرام ويصلون. الولد ما خرب يعني من قبل الفجر مع الاذان الاول معناته يعني الشاب ما خرب صح ولا مو صح؟ مستقيم للحين اي مستقيم للحين. استغرب الابو. المهم صلوا في الحرم وهم طالعين من الحرم قال لابوه يبا انت رح البيت انا بروح اجيب الفطور. يجيب فطور انت يا شيخ انا بنتجي لمكه نعم وانت يا ابو احمد تجي مكه اشهر اكلات
الفطور في مكة الصبح وشي الفول والتميس. الفول والتميس خصوصا اللي صار على سمن بري يلا فضلك الله. ها والله ويجي هالشاب ويروح يمر على الفوال يجيب هك الفول اللي يحبه قلبك على في السمن البري مع هك التميس الحار. يوم دخل عند الوالد حطه وبدأ الوالد يفطر وياكل وياكل لذيذ. قال يا وليدي وش ذا والله هذه أكلة ما مثلها. قال ما تعرفها؟ قال لا والله أول مرة أشوفها. قال يبا هذه الفول. قال وش هو؟ قال هذا الفول. قال اركض راح تجيب الشيشة. راح تجيب ايش؟ الشيشة. الشيشة لأنه ما أعرف الشيشة. لاقى الفول. فالشاهد أنه وش هو الشيخ لما سمع هذه حط إيده غترة في فمه وقعد يضحك ومات من الضحك. الله يرحمه. قال صحيح اللي ما يعرف الشيء الإنسان عدو ما يجهل. الإنسان عدو ما يجهل. عدو ما يجهل. وليس معنى هذا يا شيخ أن الشيشة تجوز. الشيشة طبعا لا طبعا محرمة بس الفول حلال. لكن الشيب عشان ما اعرفها ولا هي اصلا تضر في الصحه. سبحان الله شيخ عبد القادر احيانا الابتسامه تؤثر بالانسان اللي امامك. صحيح. الضحك احيانا تمتلئ قلبه ولهذا ابتسامتك في وجه اخيك صدقه في مقام الله صلى الله عليه وسلم. انت ايش رايك في تجربتك في لما تعبس ولما تبتسم؟ هذه حدثت معايا حادثه مره في دوله اوروبيه انه احد الضباط يعني اعطاني الجواز في الجواز وقع من يدي جواز السفر. فأنا رفعت يعني ما رضيت أرفع الجواز قلت له يعني يجيب الجواز ما صعب هذه سيادة الدولة يعني من ترمين. فكشر وحصلت خناقة وواحد مسكني وقال له ليش ترمي الجواز يعني كلام حادثة عادي يعني قد تكون عابرة مش قاصدة يعني إلا وفي الأخير الرجل خلاص زعلان وحسيت الموضوع بقى فيه توتر فابتسمت كذا قلت له خلاص روح لا يسامحك. واحد يقول له الرجل قال خلاص وآسف ومش قصد فأخذني ملاحظان ومش عارف إيش وإلا نطلع نتعشى مع بعض وتصاحبنا ومن موقف ماشي. أحيانا الابتسامة تذوب اللي أمامك. شيخ ما جعت إلا والله شو أنا يام فري هنجري الله والله غلين وات وات فري هنجري. إنزين تطبخ لنا شيخ إيش رأيك؟ والله أطبخ لكم أنا طباخ بس عاد إيش تبون أنا أطبخ لكم طبخ ليت زواج أمكم ما أكلتوا إيش؟ أي لا أنت واحد يقول كذا أحلف بالله ليه زواج أمي ما أكلته زواج أمك ليه زواج أمك لا أنتوا لهم ما أكلتوه لأنكم ما كنتوا موجودين. أي طبعا شيخ بس يقول بشر إيش تبي تطبخ لنا؟ بطبخ لكم يعني عشان الوقت سريع ذبيحة؟ لا ذبيحة لا ما عندكم طليان عندكم طليان أشوف خربان ولا شيء بره ما في خربان. إيش بتسوي؟ سوي لكم شكشوك لأن أشوف الدجاج لحظة يا شيخ وسويها أطبخ وأطبخ وأطبخ شكشوكة شكشوك يا أخي أكله محترم ومعتبر حط البيضة كذا في الشمس بس تسوي شكشوكة لا شكشوك يبغى لك بصل يبغى لك طماط يبغى لك وش اسمه كمون يبغى لك زيت بشوفك شلون تطبخ 6-7 مقادير يبغى لك تجمعها تطبخها وتزينها وتتعب فيها وتقدمها صارت وقت. هذه زي الثلاثة اللي كانوا طابخين مع بعض فواحد منهم ذكي فيقول واحد صاحبه عشان بس يسوي الطبخة فقال له الماء مني ها منك الدقيق ومني النار أضرمها أيوة. والماء مني أيوة. ومنك السم والعسل أيوة. أي ولا سوى شيء بس الماء يلا شيخ يلا طبخ يلا حيا بس عاد إذا أكلته يلا أكيد حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير يا شيخ نبي والله جهزت كل شيء هذا المطبخ وانت موعدنا بالطبخ بس شو اللي غيرك؟ شو اللي غيرك؟ غيرني والله تعرف يا شيخ نبي المطبخ له لباس غرفة النوم لها لباس الدوام لا خذ الكويت يا اخوي صح الشعب السعودي هذا حق الطبخ انا دائما اقول لهم بيتعلم الشياكه يروح الكويت ما شاء الله انا شخصيا أيوة. اول مره اشوف ثوب جينز ثوب جينز شو يعني ورا لا كشخه خاصه مع الشماغ ان الله جميل يحب ايش جمال شماغ الطبخ هذا جنتلمان يلا بسم الله ورنا ورنا يا ابو احمد تكفى انت قاعد عليك البصل الله قطع البصل يلا تعال انا بس الشيخ نبيل لا الشيخ نبيل انا سمعت مره حكمه او مقوله انه اللي يقشر البصل وياكل لبان ما يدمع سبحان الله اي نعم حكمه جديده جرب الان جرب خذ الحكمه من اهل اليمن الايمان حكمه بسم الله الرحمن الرحيم مغسلين الطماطم كل شيء غاس مغسول بس شيخ في البيت تطبخ ولا بس والله يا ابو شيخ نبيل ابشرك الحمد لله يعني لو تسال عيالي قل لهم يعني بس وخر هذا عني لا طيب لا الحمد لله ابشرك انا مطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي ما معك سكينه زي انتظر خليك معنا جد بس انا ما ادري يا شيخ نبيل انت تسالني السؤال وانت اولى بهالسؤال هل انت تطبخ عند اهلك بصراحه والله انا
اطبخ بس يعني مو مثلك يعني ماني طباخ مثلك ماهر يعني مع كورونا كذي على الخفيف. مكرونه بالبشاميل ولا بدون؟ لا لا ما احب البشاميل. ليش؟ ما احب. والله يا شيخ نبي نجربها. جربها شو مو مجربها؟ لا صحيح والله ما شاء الله تبارك. لا لكن يعني اخر مره طبخت بامانه صدق. والله فتره صار لي فتره يعني كم 10 سنين؟ لا اقل اقل اقل. وانت يا اقل اعترف شهرين. اعترف. لا بس بس لا لا بعيده بعيده اعترف. بس انا في الغالب اطبخ في الرحلات لما اكون في الرحلات. اهلك في الرحلات ولا اصحابك؟ انا طبخ جيد بس في الرحلات. مع اصحابك ولا مع اهلك؟ لا لا مع اصحابي مع اهلي. في الحديث الصحيح يقول تقول عائشه كان صلى الله عليه وسلم في حاجتنا فاذا حضرت الصلاه خرج فصلى. وتقول عائشه كان صلى الله عليه وسلم يقطع اللحم. تقطع اللحم ويحلب الشاة وانا برا ان شاء الله بحلب العنز. جايبين عنز جايبين لك عنز اهو بحلب العنز لان هذا اجر صلى الله عليه وسلم. ذكر اهل العلم ان من اقوى ما يعلم الانسان التواضع وحسن الخلق والخدمه الله. ان يخدم في بيته في بيته مع زوجتك. اي نعم مع زوجتك مع اولادك. خيركم خيركم الاهل. تقول لها يوم ايش انت ام احمد زوجتك أين؟ وانت ام ايش؟ ام علي. ام علي اقعد يوم علي. اليوم خميس اليوم جمعه اجازه اليوم سبت اجازه زين اقعد ترى اليوم علي الغداء. الله يخلي خدامك. ولا لا 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 طعم لا طعم لا لا خلي يكفي ان لما تطبخ مثل زوجتي انا اطبخ لها تقول لك الكلمه الحلوه يا الله من ايدين ما نعدمهاش. الله ايش رايك؟ وبالكويتي ايش يقولون؟ بالكويتي تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك على طول. باليمني تسلم. الله الله الله. على فكره على فكره على فكره سمي حبيبي انا على يقين ان هذا الطبخ غلط. ليش؟ اول حاجه تسوي الزيت والطماط لما الزيت يا حبيبي حطيناه الان لا نحط الزيت. الله يجزاك خير. خل طبيب لا هذا عندكم في اليمن هذا اختراع صح؟ عندنا في السعوديه غير. ما شاء الله اوه لا لا تبي تاكل عجب تبي يعني تاكل الله عجب هذا ما شاء الله بس شكله بيجيب تسمم. طب لا يا شيخ اتق الله طبعا احنا ما كثرنا هذه هذه عشان انكم عجزين يا شيخ نبيل. هذه ترى شويه كان قلنا نفرين ثلاثه بس ولا الباقي شخصيا انا شخصيا صايم. لا 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 عطنا بيض عطنا بيض صايم اصبر الله يرضى عليك وافطر معنا. يعلم الله اني صايم صايم عن هذا البيض عن هذا البيض. اصبر 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 الله يرضى عليك. انا متبرع بنصيبي حق لا لا حرام عليك والله انك مخترع. لا لا والله ترى تحسبونها هينه لا 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 ولهذا انا عندي ايثار ايثار لاخو يوسف الانصاري. لا 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 ترى والله هذه ترى قدح في طبختي. شم الريحه يكفي طفينا النار شم شم بالله شم يا ليت المشاهد يشم الريحه. لا المشاهد مع الكاميرا ان شاء الله مع الكاميرا هو شاهد الكاميرا الان المشاهد يتعذب يتعذب الان فقط نظر بس الان انا شيخ زوجتك وعيالك لما يشوفونك بالمنظر الحب يزداد والتعلق يزداد والالفه بين البيت. لا تحرك شجوني انا حساس بعد شويه هناك جياشه عرفتي مره جياشه الشيخ جميلان. انا بعد شوي بسالك تبكي انت في يعني مره بحياتك بكيت؟ اي والله لا تجاوبني الحين بعدين بعدين هذه بدها جلسه خاصه لما دخل غبار. خيركم لأهله وخيركم أنا هكذا الحبيب زفى هديه لنا وفضله دانا. البصل ما استوى البصل هذه خطة الطبخ خدعة خدعة هذه خدعة 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 لا خدعة هذه يسمونه نص استوى. حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا. تسلم شيخ سليمان على الشكشوكه اللي سويتها. تسلم ايدك صراحه. حلوه ولا مو حلوه؟ حلوه بس كنا الملح يقولون زايد. انا قلت لك انا قريت في كتب الاشيريين وكتب الاغريق ان الملح يخفف البرد. إيه مع ولا نشم هالبرد شلون؟ ثقافه عاليه بس للحين بدانا احنا. اي لان انتم ما قلتوا اكلتوا شويه تركتوا. كيف قريت في الاشوريين والاغريقيين تفهم اللغات هذه؟ لا لا اقول لك كتب الاغريقيين والاشاريين واليونان هذه قريتها مبطي ولا ادري هي صحيحه مي صحيحه. ان الملح اي يمتص البروده. فانا في المطبخ انتم تطلعون برا صح؟ فسوت الملح شوي ولا مصورين ومخرجين كلهم ذاقوا وقالوا لذيذه. انا اكلت بس استبرت اكل. انا شخصيا اشعر بالبردي. يمكن انك ما اكلت واجد. لا انا اكلت ولا والله شكشوكه محترمه لقمتين. يمكن العله في الملح نفسه مو في الملح. تعد الملح ترى لو زود المويه شوي راحت لكن الاصل سين الطبخه. بس على فكره نسمي الشكشوكه اللي شفناها مع الشيخ اختراع. بس الحمد لله جزاك الله خير يا ابو احمد. لما حط كل شيء في نفس اللحظه اختراع. وكم اخذت ترى ثلاث دقائق. شفت اي ما شاء الله انجاز هذا انجاز. ها انجاز ليش؟ لانه مستعجل يقوم يروح الدوام ومشغول طوالي بسرعه حركه بسيطه. الحمد لله شفت يعني ارجلكم يعني لا 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 يا اخي شو تشجعوني اقل شيء لا والله ممتاز والله ديك ابو احمد جزاك الله خير جزاك الله خير وبعدين رحت سلم ما عرف طعام قط
اي نعم صح. لا احنا ما عبنا الطعام نفسه خلاص الله يهديك. عندنا الملح. عندنا الملح. جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخ عبد القادر. عبد القادر كان عندك نشيده في الزوجه اللي تعاتب زوجها في بعض الازواج اول شهر ما شاء الله عليه ما في مثله مثالي الثاني شهر يعني تتغير المعامله يغير بعد الدكة. الحمل ما هو الزوج أي. بعد الولاده يمكن ما يعترف فيها اصلا يعني أي. في بعض الازواج يتغيروا مع الزمن انا عندي قصيده محافظه في التلفون انا على الزوجه يا ابو احمد ولا عمنها ولا الزوج الزوجه تعاتب الزوج اظن اي فيها عتاب من اللي يعاتب الاخر الزوجه تعاتب زوجها يعني ما ضبط الشكشوكه ولا شيء فين الكلام الحلو ايام الزفاف لا الشكشوكه خلصت اي طيب خلصت اي 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 اخشى انه يصير دق على الشكشوكه انا ما ادري والله لا لا هذا الشكشوكه راحت خلاص يعني لما أيها الغالي تخلف بيتنا نهب الأسى ودفنت روح شبابي أين العبارات التي زخرفتها يوم الزفاف وأين لين خطابي يوم الزفاف أين ادعاؤك للوفاء وأين ما أعطيتني من موعد خلابي يا عابثا بمشاعري يا باخلا بسعادتي يا متقنا غضابي لما أيها غالي سجنت بلابلي وغدوت تسمعني نعيق غرابي وتركتني في درب حزن ينتهي بخطايا سر داب إلى سردابي يا الله يا معنا. أحسنت أحسنت معنا والله, والله قاعد أنا أشعر بشعور كثير من النساء يا الله. اللي للأسف بعد ما حملت له وأنجبت له الأولاد وسوت له أعطتها كل حياتها في النهاية نسى هذا كله ورماها وراء ظهري هذه لها قصة معي أنا شخصية كنت أيام العرس أسمع يعني قبل ليلة عرسي يعني أسمع أنا شيدي حطها في السي دي وجالس أنقي أحسن شيء عشان أول ما تدخل الزوجة في ليلة الدخلة أنه تسمع السي دي تسمع بعض الأناشيد بعض لأنه زوجتي من النوع اللي يعني قبل الزواج ما كانت تسمعني اطلاقا يعني ابدا يعني ولا تعرفك اي عندما خطبت من عبد القادر غير معروف يعني لانه ما كانت تسمعنا شيء ف بالمصادفه كان السي دي اللي فيه الانشوده هذه اول انشوده موجود جنب المسجل اللي كنت اي صوتك فجت هي بكل بساطه حطته في السي دي وفي المسجل تسمع وسمعت هذه تخيل يعني ثاني يوم عرسنا اجي وهي تبكي تبكي اي فدخلت السلام عليكم صلى على النبي ايش فيه كانت ولا حاجة من اللي يغني هذا النشيد قلت هذا أنا كانت الله 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 يعني بتحكي إنه هل هذا يصير يوم الأيام حال قلت لا لا صلي على النبي هذا الناس وهذا النشود ذي أيوة أقول له هذا الناس مش نشيد النبي بالخطأ نفسه يعني كان موجود أقول هذا الناس لا مين إحنا لا لا إيه نعم إيه نعم الإسلام يدعو لاحترام الزوجة وحسن معاشرتها وعاشروهن بالمعروف وخيركم خيركم خيركم لأهله وشفتوا طبختي الحمد لله هذه كلها لله الحمد لله إيه الله الله يحفظ لك معنا العزيز أحلى حاجة أبو عبد العزيز كأن هذا الخلق اللي فيك له أصل نعم أنا أتوقع يعني ما شاء الله حسن أخلاقك وحب الناس لك ودينك والتزامك أكيد في أم يعني كان لها أثر في حياتك هذا حافظ إبراهيم يقول الأم مدرسة إن أعددت أعددت شعبا طيب لا شك أن الوالدة الله يمتع بها ويبقيها لي بصحة وعافية لأن ما زالت عند العية هي اللي كانت تبذر هالبذور فينا منذ أن كنا صغارا أنا وإخوتي الحمد لله الإنسان يخدم في البيت ويكون خدوم وأنا لو أتصل لك على الوالدة الآن ضواد يقول لك نعم سليمان الله يصلح من يوم صغير وكان من عمري يمكن 6 أو 7 سنوات كنت أقوم البيت وأحلب الشاء الله يعني الظهر عندكم عنز بنحلبها ترى بجيبها لك بعد شوية بجيب لك إياها العنز بنجيب لك إياها أيوة بس الوالدة بتتصل عليها أتصل عليها بس ما أتوقع لكن كانت تتعب الحقيقة يعني أنا أحدث الذين خلف الشاشة ترى الأمهات يتعبون يعني يوم أنا صغير كم تعبت علي الوالدة كم ربتني كم كانت كنت على رجلها اليمنى وعلى رجلها اليسرى كانت تخرز عاد ما ادري في اليمن وش يسمونه الخراز وعندكم الكويت الخراز هذا اللي يسوي الخراز اللي يخرز ممكن لو شفتها اعرف المسمى بس انا جايب ما كانت تصنعه والدتي الله ما تعبها اوريك ما تسمونه هنا لحظه 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 شيخ ها
ايش رايك اللي الوالده قاعده تسويه؟ اي وما ادري راح تتصل على الوالده ولا ما تتصل على الوالده؟ والحمد لله الصوت ليس بعوره. لا لا ما هو عوره، بالعكس نشرف والله الوالده تكون معنا في الحلقه بعد اسبوع الجاي. الصوت ليس بعوره لان المخرج قاعد يقول لي ان الوقت انتهى. طيب وريكم بس شغلها، خلها الاسبوع الجاي ونشودتها راح تقولها وصوتها الاسبوع الجاي. نو بروبلم نو بروبلم، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفاصيل الحياه لها زوايا لبعد النجم نلمحه صغير.